مرحبا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج بوب اب نيوز. كنلتقوا بكم كل نهار من اثنين للجمعة باش نتكلموا على مواضيع مختلفة في مجالات متنوعة، وغندوا مع ابتسام كتيبي أول رحلة اليوم المملكة العربية السعودية باش نتكلموا على إطلاق أول منطقة عالمية مخصصة للألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية، ولكن الهدف جذب لاعبين من العالم كله وتعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية. المنطقة المساحة ديالها أكثر من 500 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تجذب سنويا ما يقارب 10 مليون زائر. نشوفوا أخبار واحدة أخرى في هذا الزابينج. يقدم المايسترو أمين بوتشار مجموعة من الحفلات الموسيقية التي تنطلق من مدينة الدار البيضاء متم هذا الشهر، وتشمل مدينتي باريس وليون الفرنسيتين وبروكسل في بلجيكا خلال شهر يناير 2024. بوتشار تمكن من تحقيق نجاح منقطع نظير بفضل إدماجه للحاضرين الذين يؤدون رفقة العازفين أروع أغاني الماضي والحاضر. أكدت القناة الثانية دوزيم نجاح برنامج المواهب الغنائية ستارلايت في جذب جمهور كبير وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق على مستوى المشاهدة، حيث جمع البرايم الأول من الموسم الثاني في مرحلة المواجهة 10 ملايين متفرج، وكانت جميع مؤشرات الأداء في المستوى الأخضر مع نسبة مشاهدة بلغت 43% ومعدل تغطية يصل إلى 30.6%. تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بشراكة مع مجلس جهاد فاس مكناس وبتعاون مع عمالة مكناس الدورة 22 لمهرجان وليلي الدولي لموسيقى العالم التقليدية بالموقع الأثري وليلي ومدينة مكناس أيام 20، 21، 22، و23 دجنبير 2023. ضيف بوب اب نيوز اليوم هو الممثل المصري الشهير محمد فراق، اللي تكلمنا على تجربته في فيلم فوي 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 اللي شارك في المهرجان الدولي للسينما بمدينة مراكش. العمل مرشح كذلك لجوائز أوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي. محمد فراق، قربنا من القصة ديال الفيلم ومن دوره أيضا، وتكلمنا أيضا على فيلم أهل الكهف اللي صورت معظم مشاهده بالمغرب. نشوفوا كيفاش كان اللقاء مع محمد فراق. محمد فراج على بوب اب. انا مش اول مره اجي المغرب، بس اول مره احضر مهرجان مراكش الدولي للفيلم، فانا باجي من زمان جدا وبحب المغرب جدا وبحب اهلها جدا، وعندي صداقات كتير مغاربه يعني، جاي وبشارك بشكل رسمي بالفيلم المصري بوي بوي، والحمد لله رب العالمين يعني لقى نجاح اكثر من رائع يعني الحمد لله. صاله كانت زحمه والناس كانت متفاعله جدا جدا مع الفيلم، وحدوته الفيلم مستوحيه على تركيزهم جدا جدا الحمد لله، وده لقيته بعد ما خلصنا الفيلم وقعدنا نتكلم انا وعمر هلال المخرج مع الجمهور اللي كان موجود بيتفرج. الناس شافته بشكل صح وفهمته وتفاعلت معاه جدا جدا جدا. اولا هو فيلم بطولتي، ودي حاجة مش سهلة. بعمل شخصية حسن السيد علي، عنده أحلام وطموحات وعايز يحققها. لما قفلت الدنيا ببنها كلها في وشه والظروف كانت صعبة جدا جدا، فاضطر يلجأ إلى أساليب ملتوية علشان يحقق أحلامه. هي قصة حقيقية، true story، ودي حاجة برضو بتحط جزء من الصعوبة شوية أثناء التنفيذ، لأنه الموضوع لازم يطلع حقيقي جدا، لأنه طالما هو true story فاحنا بنصور حدث أو بنتكلم عن حدث حصل بالفعل وبنعيد ذكراه في شكل درامي. يعني فيلم مصري يمثل مصر في الأوسكارز، طبعا فخور جدا 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 لإسمي كممثل ولسمعة الفيلم المصري عموما. يعني أهل الكهف هو فيلم عن قصة أهل الكهف المذكورة في القرآن. أهل الكهف احنا صورنا منه جزء هنا على فكرة في مراكش وفي دمنات. هنا كانت الأجواء تحفة جدا، لأن كل الناس اللي جت علشان تصور الفيلم كلهم بيحبوا المغرب جدا جدا جدا، وكلهم جم قبل كده كتير، فكنا حاسين ان احنا بنصور الفيلم في مصر مش في المغرب. يعني قصدي ما حسيناش بالغربة او بالصعوبات في التصوير، واتمنى ان هو يعني لما يطلع للنور يحوز على اعجاب الناس ان شاء الله. اما اقول لك ايه، انا عامل ما بشوفش، خليك معايا على الخط وانا هفهمك بعدين. من فضلك عندكم العصاية بتاعت المكفوفين موجودة؟ اعرفكم بالقميصة يا انجي، كاتبة وصحفية جاي عشان اتعرف عليك وتكتب عنكم. احساسك ايه ان كابتن عادل ضمك للفريق؟ والله دي كانت مفاجأة حلوة قوي قوي من الكابتن، الله يبارك لك. وانت اصلا مش ترجع من كينيا دي تاني؟ افرق بقى كينيا مين يا ابو كينيا؟ انا راسم على اوروبا.
تكلمنا في بداية البرنامج على السعودية ابتسام على الاختيار الصائب اللي قامت به وتريد جلب 10 ديال المليون زائر بفضل مدينة جديدة للألعاب الإلكترونية، الألعاب الإلكترونية اللي تجاوزت السينما على مستوى رقم معاملات، وهو ما يظهر بأن الاختيار مرة أخرى صائب جدا. تماما، هذا هو المستقبل. شكرا لك ساميت، شكرا لكم على تتبع الحلقة، نتمنى أنها تكون عجبتكم. حاولوا تواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية على الإنستغرام بوبوب دوزام، اعطونا آراءكم انتقاداتكم وتشجيعاتكم أيضا. السلام عليكم.